رح نطرد الاستعمار من بالارض سورية، رح نطرد الاستعمار. ساقط ساقط يا بشار بهمة كل الاحرار، ساقط ساقط يا بشار. دمك جواد غالي علينا، دمك جواد. حاليا المطلوب منا نحن جميعا الكشف والسعي والضغط باتجاه كشفة المجرمين اللي أطلقوا الرصاص، رغم أنه طالق الرصاص الأساسي هو المجرم والجزار بحق الشعب السوري هو بشار الأسد. نحن نطالب بفتح تحقيق شامل ونزيه باستشهاد الشاب جواد الباروكي. نحن في ساحة الكرامة مستمرون بالوقوف والتظاهر لمحاسبة قتلة الشهيد جواد الباروكي حتى أعلى المستويات. القاتل هو عبارة عن أداة، نطالب بمحاسبة المستوى الأعلى الذي أمر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، ولن نتخلى عن سلميتنا. خرجنا بالورود وسننهيها بالورود، ومستمرون حتى إسقاط هذا النظام والوصول إلى دولة مدنية يسودها القانون ويحكمها العدل، ولن نعود قبل ذلك. يا جواد يا شهيد الحرية، يا جواد يا جواد يا شهيد الحرية. بعدما حدث أمام صالة 7 نيسان، صالة التسويات المزعومة، التسويات التي يجب أن يقدمها النظام عن الذين أجرموا بحق الشعب السوري ليعتذروا أمام الشعب، كنا حضاريين وسلميين ووقفنا لنطالب بحقوقنا المدنية، لكنهم قابلونا بالرصاص الحي مما أدى لاستشهاد شهيد جواد الباروكي. كنتيجة لما حدث قام حراك السويداء بتقديم إخبار إلى النيابة العامة بتوصيف الجريمة التي حدثت، وهي مقابلة الحراك السلمي المدني الحضاري بالرصاص الحي.